بيكون برحب بيكم في حلقة جديدة النهاردة. والفيديو النهاردة هو إجابة عن سؤال: إزاي أتأكد إن الشخص اللي معايا ده بيتسلى بيا؟ يعني إيه العلامات اللي لو حصلت يبقى الراجل ده بيتسلى بيا؟ وده الإجابة لواحدة بنت اسمها سولاف، بعتت لي سألتني حكيت لي شوية حاجات كده، ويعني بتقولي هو كده بيتسلى بيا، وهو كان بتحكي لي عن أبراج، يعني هو برج كذا وكده بيتسلى بيا ولا لأ. بس ده حسيته فيديو مفيد كده لكل الأبراج، فقلت أقوله ليكوا بسرعة. يعني هحاول إن أختصر عشان تعرفين إيه لوك 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 كتير يعني، فانا هختصر يا ولاد. طيب، حاجات كده معينة لو حصلت تتأكدي ان الراجل ده هيس بلاينج، يعني هو بيلعب، يعني مش قصده حاجة كويسة. رقم واحد، ما بيخافش عليكي، يعني عادي جدا هو مش بيخاف عليكي ولا انت تهميه اصلا. فدايما الشخص اللي بيحبك هيبقى بيخاف عليكي، بالتالي الشخص ده مش يعني تلبسي اللي تلبسيه مش فارق معاه، ترجعي الساعه 4 الفجر مش فارق معاه، تخرجي مع اصحابك الرجاله واصحابك البنات ولا مش كل حاجه مش فارقه معاه. هو فارق معاكي ان هو لما يكون معاكي بس يتبسط، اما ان انت ممكن يبقى عنده حب تملك بس هو ما بيخافش عليكي، ودي حاجه انت هتحسيها. الشخص ده مش بيخاف عليكي، مش حاسس ان انت بتاعته، مش بيخاف عليكي، مش فارقه معاه، ماشي؟ رقم واحد، ولا بيتابعك خارجه امتى وراجعه امتى وبتعملي ايه في حياتك. رقم اتنين، احس ان انت بتفرضي نفسك عليه، يعني هو انت دايما اللي بتلاحقيه، انت دايما اللي بتدي له اخبارك، انت دايما اللي بتحكي له عن نفسك وبتحكي له بتعملي ايه في حياتك ورحتي فين وجيتي منين. هو مش بيسالك، هتلاقيك انت بتعملي له ابديت لوحدك، اللي هو انا خرجت انا رجعت، لان انت يعني تبقى عايزه تحسي بان انت عايشه قصه حب بقى وبتتحبي وبتحبي وكده. فتلاقيك انت عماله تقولي له انا عملت كذا كذا، انا رحت كلمت صاحبتي، انا خرجت، انا رحت قدمت في الشغل، انا رحت عملت انترفيو، انا عملت سي في جديد. وهو اصلا ما بيسالكيش، انت شغاله لوك 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 بورولوم بورولوم لوحدك. فالشخص ده عرفي ان هو، وتلاقيه حتى لو انت بتحكي له مش مهتم بالتفاصيل، يعني عادي ارغي يا حبيبتي يا ست الاموره، اما التفاصيل اللي بتحصل واللي انت عماله بترغي فيها وبتقوليها ولا هو مركز فيها، وممكن يجي تقولي بعد كده يقول لك اه اصل ما خدتش بالي، اصل معلش ما ركزتش. هو مش مركزتش، هو مش مهتم بيكي اصلا، لان انت بالنسبه له شخص مش مهم وتفاصيلك مش مهمه، فليه هيضيع وقته ان هو يهتم بتفاصيلك. تالت حاجة، تلاقيه بيستخسر فيكي كل حاجة، بيستخسر فيكي وقته، بيستخسر فيكي فلوسه، بيستخسر فيكي يعرفك على اهله، هو مستخسر فيكي. يعني انتي ايه، تلاقيه اي حاجة كده يلا، انتي بالنسبة له حاجة كده ايه، سبوبة ماشية ماشية مش ماشية خلاص. اما ان هو يستثمر فيكي لا، ان هو يعني يصرف او ان هو حتى يخرج معاكي، تلاقيكي حتى هو بيكلمك بيبقى مش بيعمل حاجه تانية، عشان هو شايف ان الوقت اللي بيكلمك فيه ده ضياع وقت بالنسبه له. فتلاقيه مثلا ايه، بيكلمك وهو بيخلص حاجات في الشغل، بيكلمك وهو بيعمل الاكل في البيت مثلا، او بيساعد مامته في حاجه، بيكلمك وهو راح مشوار يعمل حاجه، فمش قاعد ديديكيتد ان هو يكلمك، لا بالعكس هو بيكلمك في وقت مش فارق معاه خالص، وهو ايه فاضي كده فبيسلي نفسه فيه او بيحاول يعني ايه عادي يعني. فدي تأكدي برضو ان هو ايه، مش ان هو بيتسلى بيك. حاجة تانية، ان هو تلاقيه مش انترستد، مش مهتم. بصوا يا جماعة، موضوع الاهتمام ده، في ابراج او في ناس ما بتعرفش تهتم بالكلام بس بتهتم بالافعال، لا ده لا هيبقى مهتم بالكلام ولا مهتم بالافعال، الاتنين في الضياع، ولا بيقول الكلام حلو ولا بيعمل افعال بيدل ان هو بيحبك. الشخص اللي بيحبك بجد هتلاقيه بيهتم بالغصب عنه، هو اصلا شايف ان انت بريوريتي في حياته، شايف ان انت حاجه اساسيه في حياته، فمش عارف يتخلى عنك، مش عارف يسيبك، فهو بالغصب عنه هتلاقيه عمال بيلحقك كده، عمال بيجري وراكي، عمال حتى لو هو مشغول هيدور لك على 30 ثانيه، يبعت لك يقول لك ها عامله ايه، اخبارك ايه، خلصتي ولا لا، فنشت الشغل بتاعك ولا ايه الاخبار. اما ان هو يبقى ما يعرفش عنك اي حاجه دي خالص. الشخص اللي بيتسلى بيكي لما يكون متضايق تلاقيه عمال بيغلط بقى، يعني هو متغاظ منك ولا متضايق منك ولا متغاظ من اي حاجه، مش تلاقيه مش طايق، مش عايز يتكلم معاكي، ابعدي بقى انت هتقرفيني انت كمان. اما الشخص اللي بيحبك لما يكون متضايق هتلاقيه عايز يتكلم معاكي، عايز يفضفض لك، عايز يحكي لك، عايز ياخد رايك، لان هو شايف ان انت الصدر الحنيه بتاعه، ان انت مصدر الاحتواء بتاعه، مصدر الرومانسيه بتاعه. طيب، الشخص اللي بيتسلى بيكي تلاقيه بيكلمك في اوقات معينه، عارفين انتوا مكالمات الساعه 12 بالليل فما فوق دي، وبيتكلم بطريقه معينه، بيتكلم في مواضيع معينه، تلاقي دايما مواضيع كده ليها sexually oriented، ليها علاقه بالسكس والريليشنز ولابسه ايه وعامله ايه، فمش بيتكلم مش بيتكلم عن كل حاجه خاصه بيكي، هو ليه مواضيع معينه بتشده معاكي، غير كده مش interested اصلا. تلاقيه بيشوفك في اوقات معينه، اوقات ده اللي هو بالليل خالص مش عايز يشوفك اصلا، مش بيشوفك كتير، مش مهتم ان هو بيشوفك كتير، بس عايز يشوفك في اوقات معينه في اماكن معينه، هو ده شخص مش interested at all.
اما الشخص اللي بيحبك بجد تلاقيه بيكلمك على طول طول النهار، بيطمن عليكي بتعملي ايه في حياتك، رحت فين، جيتي منين، لان هو بيفكر فيك على طول، فبالتالي انت في باله على طول، فعايز يتواصل معاكي ويوصلك على طول. اما الشخص اللي بيتسلى بيكي ده انت كلمتيه اهلا وسهلا، ما كلمتوش مش هيسال عليكي، وبالليل بس لما الغزاله بتاعته تبقى رايقه بقى عايز يكلمك. طيب الشخص اللي هو بيحبك بجد هيبقى خايف عليكي من كلام الناس، مش عايز حد يتكلم عنك، مش عايز حد يجيب سيرتك، يعني هيتعامل معاكي زي اخته بالظبط او زي مامته، كانك حد من بيته. اما الشخص اللي بيتسلى بيكي ولا هتبقي فارقه معاه على الشبشب، على الشبشب والله العظيم، ولا فارق معاه كلام الناس عنك ولا مش كلام، يقول لك ايه المشكله، يعني يخبطوا دماغهم في الحيط لما يقول لك كده، عرف ان هو ما بيحبكيش خالص 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 خالص. الشخص اللي هو بيحبك بجد هيبقى بيغير عليكي، مش عايز حته من جسمك تبان، مش عايز حد يبص لك، مش عايزك تبقي لافته للانتباه، مش عايزك يبقى الناس بتتفرج عليكي. اما الشخص اللي بيتسلى بيكي هيبقى بتفشخر بيكي وبجمالك وبجسمك العريان وبجسمك اللي باين، ومش فارق معاه اكتر من ان هو يبقى مبهر والبنت اللي معاه جامده جدا جدا وكل الناس بتتفرج عليها وبتحسدوا عليها. انا بكره الناس اللي كده قوي خلاص يا جماعه، والله بجد بكرههم. طيب الشخص اللي بيتسلى بيكي تلاقيه على طول عنده مبررات، يعني مبرراته جاهزه وعنده قصص وحوارات وحكايات، تحس ان هو عايش انت فيلم هندي. اما الشخص اللي بيحبك بجد تلاقيه ستريت فورورد كده، يقول لك انا ما عملتش كذا، وتلاقيه بيقول لك الحقيقه وممكن يضايقك. اما الشخص اللي بيتسلى بيك مش هيضايقك لانه مش عايز يخسرك، اما التاني بيقول لك عادي الصراحه وممكن يقول لك حاجات تضايقك او تزعلك لان هو شخص صريح معاك. الشخص اللي بيتسلى بيكي هتلاقيه مثلا في اعياد ميلادك وحاجه يخترع اي خناق علشان خاطر يهرب، يعني من مش عايز يدفع فلوس، هو يعني لو اي ايفنت او اي مناسبه هو شايف ان يعني خساره الفلوس اللي هتدفع فيه كده. اما الشخص اللي بيحبك على الاقل لو معهوش امكانيات يجيب لك هديه هتلاقيه بيقول لك كلمه حلوه، هتلاقيه بيخرجك خروجه حلوه، اما هو شايف ان المناسبه دي تستحق طالما هي حاجه انت بتهتمي بيها. الشخص اللي بيتسلى بيكي يعني اول ما تيجي تتكلمي في الجد هيهرب، هيهرب اهرب يا مجدي، مش ولا كانك قلتي حاجه. لو احنا نتخطب امتى؟ خطوبه، انا قلت خطوبه قبل كده، ان شاء الله خير يا حبيبتي، خير، ربنا يسهل ربنا يسهل، سيبيني افكر بس. اما الشخص اللي بيحبك بجد هو اللي هيجي اصلا يقول لك انا هاجي اتقدم لاهلك امتى، ولا احنا عندنا بلانز ايه، ولا خلينا نعرف بعض الاول، يعني يبقى عنده بلانز واضحه. الشخص اللي بيتسلى بيك ولا فارق معاه مستقبلك، ولا فارق معاكي انت بتعملي ايه اصلا، ممكن ما يكونش يعرف ولا مركز انت بتشتغلي ايه. اما الشخص اللي بيحبك بجد هيبقى مصدر دعم ليك، هيبقى عايزك احسن واحده في الدنيا، عايز يدعمك، عايز يطور منك، عايزك احسن فيرجن من نفسك، فنجاحك هو نجاحه، وتلاقيه دايما عايز عمال يقول لك اعملي كذا وما تعمليش كذا، وبيساعدك في شغلك ويساعدك ويحاول يقدم لك الدعم، وعايز يقدم لك نصايح ويقدم لك، يعني بيتفاعل معاكي جدا عشان هو عايزك احسن واحده في الدنيا. بس انا حاولت اجمع اكتر حاجه، قولوا لي ايه رايكم يا جماعه، قولوا لي بتتفقوا معايا في الكلام ده ولا لا. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، قولوا لي تحت انتوا بتشوفوا ايه علامات اللي بتشوفوها نتاكد لكم ان الشخص ده بيتسلى بيكوا ام لا. ثانك يو بيج هارت، مستنياكم تقولوا لي في الكومنت، وقولوا لي تتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه، وقولوا لي ايه العلامات اللي بتشوفوها واضحه جدا ان الشخص ده بيتسلى بيكوا. ثانك يو، باي، مع السلامه.